الآن قررت أنك تطلب من رب العالمين طلب معين، وقررت أنك تغير حياتك السابق بهدف جديد طلبت رب العالمين أنه يحققه لك، قرارك هذا ستختبر فيه. بمعنى آخر، أنت لما تأخذ قرار محدد مثل أنك تبغي تغير بيتك من بيت لبيت أكبر وأوسع وأنظف وأجدد، صح هذه أمنية، ولكن هذا يعتبر قرار. أول اختبار راح يجيك شخص ويقول لك يا فلان البيت اللي أنت قاعد فيه بيت رائع، والبيت هذا الكل يتمناه، ولو طلعت منه راح تكون الخسران. هذا الكلام لم يأتي بالصدفة، بل ليختبر قوة قرارك واختيارك وقوة دعوتك. أنت إذا بديت تشكك في قرارك، بديت تنجرف إلى حياتك السابقة وشوي شوي تنسى هدفك أو قرارك أو دعوتك اللي دعيتها من جديد، هنا أنت أثبت أنك أنت غير متمسك في قرارك وغير جاد في دعوتك أو قرارك اللي أنت اتخذته. فدائما إذا عندك قرار جديد اتخذته ودعيت رب العالمين بأنه يساعدك فيه، اثبت لربك ولنفسك أنك أنت قد القرار اللي أنت اتخذته وقد الدعوة اللي أنت دعيتها وحقيقي تبغيها بالرغم من كل المغريات أو كل الامتحانات والاختبارات اللي ممكن تمر فيها عند دعوتك الجديدة.